ديالي 29 عام تروازيام اني ميتين دو فامي مع مشاعر. انا من صغر كيما نقولو مشاعر كزيد في عائله الكل يحبوا شعر. عندنا برشا كتب في المكتب برشا دواوين تاع شعر وتنبي وعلي بن ابي طالب وكلهم المعلقات الكل كنت نقرا بها. الاستاذ تاع العربي كان تحبني برشا كان يقول لي كي نقرا قصيده ولا حاجه ابني ان صوتك يطربني وشجعتني برشا باش نكتب. حاولت كتابات من العصر عاديه وبسيطه لوحدي في القبيله وبديت بشويه بشويه حسن سبا. ايها الناس انا منكم معتزل وشعري منكم يعتزل عروس لم تصونوها وقد كان فيها منكم الامل هاتونس اليوم زهره كل دقيقه تذهب قد يضحك كثيركم ويبكي ولكن احب شيء الي اللوم والعدل هاتونس اليوم قد تغيرت قبل العرس زفته فما عدت يا صاحبي حين تجول تعرفنا تخطفتها يد الصعاليك كأنهم وحوش لم تجد بعد ظالمتها وقد كنت قبل لقائنا هذا وفوق المنبر هذا قد مجدت ثورتها وقلت إن في هذا الحدث مجدها وعزتها فلا ليلة ستسرقنا حبيبتنا جمالها وفتنتها ولا عماد سينهبها قصورها وثروتها وتعود إلينا الفاتنة بعد طول غربتها وتروي لنا قصصا وننسيها حيرا ولكن عادت تونس تبكي وعاد الناس يسرق فمنذ أن كانت في المهد عيون الذئب ترقبها عادت تونس تبكي وعاد الناس فهذا لعرضها هتك وهذا على شعبها ضحك وآخر يقتل الناس في بلدي باسم الدين والنسك وهذا يخطب في الناس تعشقك الفصاحة وحين أشبع كنيسته كل الفصاحة لها ترك وعجوز تعشقك خفة روحه يريد الفوز بقاتلته يا سيدي ما زالت البركة يا سيدي صن النفس عما عابها وارفض الهوى إن الهوى كل من اتبعه هلك وآخر قد حانت فضيحته وإنه كان مستورا وقد هدك وإنه في قصره ينعم ولأنه لم يكن في وعيه حينها يرى أنه على أصحاب القصر قد ضحك وكلما خرج للناس يكلمهم خارق معازيمه وارتبك أيها الناس أنا منكم معتزل وشعري منكم يعتزل عروس لم تصنوه وقد كان فيها منكم الأمل فمنكم الآن من أصدى مسامعه ومنكم يقول من عمل قوم قوموا لنعيد لقرطاج اعتبارها ولن نقبل من الصعاليك بكاءها واعتذارها قوموا وامسحوا بلطف جرحها واغبرارها أذنبتم يا سادتي فكفروا فإنها تفنى الليالي والمسرات كلها وتبقى تباعات الذنوب يعار تذكروا ما مضى واعتبروا به فإن المذكي للعقول اعتبارها وإن شعبها وأطوارها عن أم في دار زمن كان يزنى بها صغارا عسلامة اسمي عاطف الفجرات نقرا في الميرا نمتين اليوم جيت باش نعمل ستاندارد الحكاية بدات مع التياتر ملياني صغير قداش من مرة بروفيت يقولوا لي برا عمل تياتر عندك تالون بعد بديت عملت ديكور وقصيت حتى وصلت الباك قصيت
والعام هذا رجعت ان طونك شيف دو كلوب في الاسوسيامون تاع تياتر. وهكا تكونوا سمعتوا 20 سكوند لي 40 دارلي ما نعرفش قد ايه. المهم من ضحكة ضحكية. المهم نعم هذا اللي كان يحكي هو اني اون فات حقق حلمي وسمعت صوتي نضحك في الميكرو. اي نعم عسلامة بكم عسلامة الناس الكل. كي عرفت روحي باش نطلع في الدي جي تي قلت شنو باش نعمل شنو باش نعمل نحكي على الكاتاستروف هذه ليه نحكي على الميدسين وعلى جاف الميدسين تي وليت كليشي بعد قلت نحكي على اكثر حاجه معروفه بها الميدسين اللي هي البيبليو. شكون ما يعرفش البيبليو؟ في البيبليو ما فما شيء الياتوار كله منظم. نبداو مثلا بالانسان هذايا اللي بايعها بلفته باش نسميوه معاص ونتربشوا بيه زاده. الانسان هذايا يجي من 8 متاع الصباح دون ما تحل البيبليو تقول هذايا مسكرها الميدسين طيح المورال المورال هبط في الركاب. هذايا يفرط الكرة يحل البيسي ويبدا يمص في الضو ويمص في الضو ويمص في الضو ويمص في الضو. تقول انت مصان الضو وقف على البيسي يجيبها وكعبت الرالونج يشارج تليفونه وتليفونات اصحابه ويكملوا يمصوا في الضو ويمصوا في الضو ويمصوا في الضو. الانسان هذايا ما يسخنش بلاصتو جوست قعد تف يخرج لبرا يذوب كالملحات الوزن نتاعو ولا درجه ولا درجين. نهار من نهارات قلت هذا الانسان هذايا وين يمشي تبعته. وهذايا وقتها في الشتاء تبعته نلقاه في رولاسيون غريبه في بالك مع طفله ليه مع طفله ليه نلقاه يدفي فيها على الرادياتور. تو نتعداو للجروبات. ايه الجروبات حكايه اخرى لازمها برشا. الجروبات هذوما يقعدوا جمعه هما يختاروا شنو باش يقراوا اختاروا شنو هما شنو باش يقراوا يجيو نهارتها يجيبوا ايش جو ايش ماكله ايش 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 زعما يبداو جايبين فيها محترمين الناس يحكيو بالمساجات هما يعملوا في حاجه اتعس كي يبداو يقراو في المساجات يبدا هكا تقرا في المساجات تبع تاعك تعمل هم بعد نفسه معارف والمعارف زاد يقولهم ايا نخرج بوزا. الانسان السريو تحسه كاري مترو من البيبليو نهار كامل في البيبليو تمشي 8 تلقى في البيبليو 9 في البيبليو نص الليل في البيبليو يسكر مع العسات يتهنى عليه حتى لين يرقد. الانسان هذايا شو يعمل في حياته؟ يكحل ديما يكحل ما يحبش الحس تورخش يكحر لك تجلس تشتيلو يكحر لك خلي عادة كان نوخذ التليفون عنده مطوة لهنا يتزق بها سي مومو هذايا شرب وشرب ماء يعفي بالغزرة بالقحرة بالتبسيمة. اسمي آية الحميدي je suis marocaine âgée de 18 ans j'étudie en première année médecine. Et Charlotte, je vais chanter, je veux en décider.
Bon, à propos de mon histoire avec le chant, ou bien tout ce qui est en relation avec la chanson, c'était dès mon enfance, j'aime très bien chanter. Et tous mes amis m'encouragent à faire ça. Donc j'ai dit pourquoi pas participer en DGT, have an experience in my life. Inch'Allah, t'adda, I'm not afraid to
since I was little, ever since I was little, I saw. Yeah.
pourquoi pas. Bon, صحيح انا تابعين لو سيت معناها تاع الجي تي اما قلنا مش علاش معناها ما نشتوش باسكو حطينا كان كي شرحنا مع بعضنا حاولنا نعرفوا سبيغ انتيغراسيون رسمي حسيت هكا فما هادشي اللي بيناتنا. هكا كون فيت انا مليانة صغيرة مليانة صغيرة بكل كنت نقعد وحدي في الدار نحط غناء نحط الشيء بتاع غناء نشطح وحدي هكاك غناء يعني هكاك واحد معناها شوي بشوي تغرمت وليت شاركت معناها في برشا ديزاسوسيسيون وديزيفينمون الكل وكاو هذيك هي حكايتي مع دانس. انا ما نبانش عليها برشا زيد كي نبدا قالها نشطح معناتها مغروم دقات وقتي كي كنت نشطح دونك كاو مغروم تو سكي سانس دانس لاتين برشا. كيف التربة تشيح الريح يهز الوردة
تفكر فيه وقتها تفكر في ايد يا يسوس تفكر في صباح في اثنين في ثلاثة هو يهدم القبيض هو يهدم القبيض ودنيا بقاتل ورد 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 وقيت مثنية في درك الأخير بعد ما العمر بعد ما العمر اثنين رشت 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 وخفت صحت 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 ما صحت شهوية
اليوم جيت باش نقدم اغنيتي انا كتبتها ولحنتها وضحكيه بديت انه انا من انا صغيره نحب نكتب وبعديك اخذت جيتار وجيت نتعلم الجيتار وحدي ووليت نكتب اغنيه على الجيتار وتوي كمانها نحاول اني ما نحيهاش Thank you.
اليوم ان شاء الله باش نعمل دانس كونتمبورين. ان فيت بديت دانس تاو عندي 10 سنين، بديت بالي في مستيك في كونسرفاتوار دو دانس. وبعد جي في بليزيور ستيل دانس هيب هوب دانس مودرن اكسيتيرا. ان شاء الله يعجبكم البيرفورمانس نتاعي. Thank you.
Thank you.
نغني اليوم عربي، بون نحب ديما نغني عربي، ما عنديش ميولات اخرى غير الغناء العربي. دونك بدات مدينه صغيره رحلتي مع الغناء، ان شاء الله تقعد ديما موجوده.